السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأشخاص اللي أول مرة يشوفوني أو الأشخاص اللي شافوا مقاطع من قبل ولكن ما يعرفون، معكم بدر النوح أو الملقب بأبو نوح بسبب العائلة النوح، فصرت أبو نوح صاحب قناة موجودة على اليوتيوب فيها 5 مليون مشترك. ولكن قبل لا أوصل الخمسة مليون مشترك صار في تحدي بيني أنا وبين صهيب موجود معنا في فريق بور، والتحدي كان كالتالي: الخمسة مليون بوصل أول بحلق دقن أقبل التحدي وش أنا؟ أقبله! يا ربي لك الحمد، فزت في هذا التحدي، ومقطع اليوم راح يكون فيه تنفيذ الحكم حق التحدي. ولكن يا جماعة قبل لا نبدأ تنفيذ الحكم، في كلمات في خاطري أنا يا بدر ودي أني أوصلها لكم. أنا بديت مسيرتي في اليوتيوب في تاريخ 2023 شهر 4 يوم 25، والآن يا جماعة في أقل تقريبا من 7 شهور ويا ربي لك الحمد وصلنا إلى 5 مليون. شكرا لكم يا جماعة في كل وقفة أنتم واقفينها معي فيها، في كل مقطع أنتم جالسين تنشرونه وجالسين تحطون لايكات وجالسين تحاولون تسعدوني حتى بالكومنتات. شكرا لكل شخص جالس يحط كلمة بي 7 جنب اسمه، ولا جالس يحط بي 7 في الكومنتات، ولا يحط بي 7 ويحاول ينشر كلمة بي 7 حول العالم. قسم بالله العظيم يا جماعة ما أدري قد إيش أنا أقدر أشكركم وأوفيكم حقكم. كل مرة تصدموني أكثر وأكثر، في كل شهر إحنا جالسين نزود مليون مشترك وأكثر من كذا بعد. فقسما بالله العظيم يا جماعة أنتم جالسين تسوون لي شيء ماني قادر أنا يا بدر إلا والله العظيم أني أدعي لكم الله يوفقكم والله يسعدكم دنيا وآخرة على قد الأشياء اللي أنتم جالسين اللي تسوونها معي. وما أكفي بس بالدعاء يا جماعة، لازم في أشياء أنا أقدمها لكم تكون مادية. بمناسبة الخمسة مليون راح أقدم لكم 5 أشياء. الشيء الأول آيفون، الشيء الثاني بلاي ستيشن 5، الثالث اكس بوكس، الرابع آيباد، والخامس بي سي. وهذه الأشياء راح تكون للمشتركين القدامى والمشتركين الجدد اللي راح يشتركون الآن في هذا المقطع. زي ما أنتم تشوفون الآن يا جماعة هذه قائمة يمدينا نشوف فيها تاريخ الشخص متى أشترك، فإحنا نعرف إذا الشخص أشترك من هذا المقطع. شوفوا التاريخ مثلاً هنا، يمدينا نشوف التاريخ ويمدينا نشوف وشو اسم الشخص. مثلاً هذا الشخص الآن ربح معنا بالآيباد لأنه مشترك الآن جديد، وهذا الشخص ربح معنا بالبلاي ستيشن لأنه برضو مشترك جديد. فتأكد أنك ضغط زر الاشتراك الأحمر، وتأكد إذا أنت تبغى تزيد فرصة احتمالية فوزك اشترك بجوال أختك، عمك، أبوك، أمك، اللي تبي إذا أنت تبغى تزيد فرصة احتمالية فوزك. وبرضو يا جماعة ما راح أوقف لكم من الأخبار الأسطورية. يوم الثلاثاء راح ينزل لكم عمل جبار أسطوري لأول مرة يا بدر، أقول أنه راح ينزل لكم عمل جبار أسطوري، فأبغاك تتأكد أنك مفعل جرس التنبيهات، لأنه يوم الثلاثاء بإذن الله الساعة 1 راح ينزل لكم العمل لأول مرة أنا يا بدر أسويه. وهذا العمل بمشاركة شباب سعوديين من استوديو وندر، شباب سعوديين يا جماعة نعم ينافسون شركات عالمية، والأشياء اللي يسوونها ما هي طبيعية، أشياء تفوق الخيال، أشياء تخلي راسك ينصدم. فعشان كذا أنا من الآن أنا جالس أقول لكم يوم الثلاثاء فعل جرس التنبيهات، تأكد أنكم فعل جرس التنبيهات لأنه راح ينزل شيء لأول مرة راح تشوفه. وللي يبغى يعرف مين هذولي وندر قد إيش هم أساطير وقد إيش هم رهيبين، ويبغى يسبق الأحداث ويعرف ممكن إيش يصير العمل اللي راح يصير يوم الثلاثاء والمقطع اللي راح ينزل يوم الثلاثاء، رابط حساب الإنستغرام حق وندر موجود في الديسكريبشن، اضغط عليه راح تاخذ لمحة وراح تاخذ فكرة على إيش ممكن يصير يوم الثلاثاء. يا جماعة أنا أقول لكم الشيء اللي راح يصير يوم الثلاثاء، أنا بالنسبة لي بدر هو له علاقة بمقطع الخمسة مليون، ولكن راح شيء راح يمسك ويذهل عقولكم. ولا وقفنا أخبار، وبرضو يا جماعة راح أقول لكم عن أشياء جدا حلوة. يا جماعة في كثير منكم يعرف وبرضو في كثير منكم ما يعرف. يا جماعة بعد فضل الله ثم فضلكم أنتم، إي نعم ترشحت إلى جائزة أفضل مؤثر في الوطن العربي. يا جماعة جائزة الجوي أوردز، في أشخاص كثير ما يعرفون وش هذه جائزة الجوي أوردز. الجوي أوردز جائزة تقدم لعدة مجالات ومنها مجال المؤثرين، وأنا بسببكم يا جماعة ترشحت إلى أني أكون أحد أفضل المؤثرين، وباقي فقط تصويتكم على القائمة هذه لاختياركم مين أفضل مؤثر. فاعتبروا هذه يا جماعة هي هدية الخمسة مليون منكم لي، فاللي يقدر يا جماعة يحمل التطبيق ثم يختار قائمة المؤثرين ثم يصوت لي أنا يا بدر، فاعتبروا هذا الشيء هي هدية الخمسة مليون اللي أنتم قدمتوها لي. وعشان تقدر تصوت بالجوي أوردز لازم تحمل تطبيق جوي أوردز. في البداية حمل التطبيق، سجل تسجيل دخول سواء كان عن جوجل ولا كان عن طريق الفيسبوك أو أنك تسجل عن طريقهم، بعدها يمديك تختار وترشح أي شخص.
هذا بكل بساطة. وشكرا للي قدر يصوت بحساب واحد، واللي صوت وخلى أهله يصوتون، واللي خلى الشغالة غصب تصوت، برضو شكرا لك. والخبر الأخير واللي قبل لا نبدأ في تنفيذ الحكم على صهيب، وعشان أكون أقرب منكم وعشان أنا يا بدر أقدر أنزل لكم أكثر وتكونون مستمتعين وأقدم لكم المتعة بقدر ما أقدر أسوي، سويت قناة ثانية موجودة على اليوتيوب وموجودة الآن برابط بالوصف، تقدر تدخل رابط الوصف وتشترك. راح أنزل فيها مقاطع ما أقدر أنزلها في القناة الأولى، وراح تكون مقاطع جدا حلوة وراح تكون مقاطع جدا حصرية على القناة الثانية. فتأكد أنك تضغط على الرابط وتضغط على زر الاشتراك في القناة الثانية، وعلى وقت المقطع الحين الحالي راح تشوفون مقطع نازل على القناة الثانية، مقطع مرة مختلف. خلص المقطع هذا وشوف المقطع الجديد اللي على القناة الثانية. الآن مع اللحظة التاريخية واللحظة اللي أغلبكم ينتظرها، لحظة تنفيذ الحكم على صهيب. Let's go. بسم الله الرحمن الرحيم. عدة وعتاد يا جماعة، جميع أغراض وجميع أشياء حقت الحلاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنتم حابين نسوي أنبوكسينج الآن، الماكينة ممكن متطورة بطريقة أحدث تقنيات بالنانو تيليجرام. حتى لو كان بعد يحتاج استشوار الشنبة، راح نسوي استشوار، ما راح أخليها بخاطرة، راح أبرد على المسامات حقت شعر الشنب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم وبيه نستعين. طبعا لازم قبل لا نبدأ نرش شوي عليه موية، تمام؟ هذه عشان يرتاح يريح. بسم الله. وش بعد برضه؟ آها، هذا كذا تسوي طا 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 طا. فهذا سلاح ممتاز ممكن نستخدمه صهيب قبل لا نبدأ. هذا الشيء راح نستخدمه قبل لا نبدأ، مو بعد استخدام، قبل وبعد، قبل وبعد. هذا نستخدمه. بسم الله. وش باقي عندنا؟ مسواك. لا موس، هذا موس معلش، مو مسواك معلش. جل يا جماعة، هذا الجل حلو، له طرق استخدام كثير. حلو، هو يحرق شوي، عرفتوا؟ إذا حطيته على بعض الأماكن اللي بعد الحلاقة يحرق، فهمتوا؟ فبعد ما تسمون بعد ما نخلص الشنب حقه راح نحط شوي جل عشان نحرق شوي. ما ادري وش ذي، بس احسها يعني ماكينه صغيره شوي. رحبوا معاي بالشخص اللي جاي من جمهوريه فلسطين العربيه المتحده. رحبوا معاي بالشخص اللي قومناه من النوم. صح انه كان بيننا تحدي، ولكن يظل يا جماعه عزيز على قلبي وانا شخص احبه. فرحبوا معي بصهيب التميمي. ويلكم. اسمع. تعال. هلا وسهلا يا مرحبا. اتوقع بغيت اغلط شوي. ما حلق نفسي؟ لا لا، انا بحلقك. جاهز تشوف البجة؟ لا لا، ما حلقت صايد. ما تسوي ما حلقت. حلقت التحدي اني احلق، صح؟ ايوه. ايه، هل بايدك؟ لا، ما حددنا وما حطينا نقاط انه بيدك بدر. صادق؟ ايوه. ما حلك، تعال خليك تعال. لا لا، تكذب. انا بديت التحدي معك. انا اتفاجأ انه هو كان 4,400,000. انت ما تدري. وانا كنت 4,050,70,40 هيك. صحيح. ايه، يعني كنت بتعديني ب 400,000. نعم نعم، صحيح صحيح هذا المعلومة. يعني هلا انت المفروض بتقدم علي بس ب 200,000. نعم صحيح هذا المعلومة بعد. صح، صحيحة، صح صحيحه. بس ان هذا ما مو معناته ان ايوه. وبعدين طرقت انا، عييت، كنت مريض والله، طول انطرحت بالسرير اسبوع. انا طول وقتي مريض. هذا هو حلقه الان وانا بث وانا مريض والله، مريض وحراره. وهذا هو كنت بصوتك رايح والله، حبالك الصوتي والله العظيم. الحراره فيني، قسم بالله يا صهيب. سلامتك، الشر ما يديك. حمل التليجرام وادخل مع صهيب. 1 2 بدينا. لا 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 لا، صهيب يمينا بالله، صهيب يمينا بالله، صهيب. حلق. قول. 1 2 بسرعة. حلق. لا توترت، أنا حاسس حالي متوتر والله. هي عن جد حتصير والله. أول شيء راح نتف لك. إيش راح نتف؟ لا 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 والله، أصبروا زي ما قال لي راح ينتفها. ما نقاس عادي كذاب. ما شاربي قوي. ايه شاربي قوي. تعلم اتكف. اصبر اقصها من هنا. طب خذ اصبخ من هنا. والله نتفها. انت قاعد تنتف. طلع لك انا. اصبر، عطني اتركني. بتوجع ولك يا زلمي. اتركها. ما يطلع قوي. ما يتتف. بدك حديد عشان تشيل. اليوم راح استخدم اول شيء يا جماعه المقص، وراح اسوي ستايلات عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسموني ايش؟ اسموك اسموني حلاق. حلاق ابو نوف. انا يدي اليمين افضل صدق. حلو تجي من هنا يعني؟ لا 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 بجي من هنا والله. والله صهيب والله ما اترك كدا. الجهه اليسار مو كذا. انا وجهك اليسار مستحيل. طيب يلا يلا بسم الله. في ايش عمل تشك تشك؟ اي طبعا تشك تشك. بدت تنقص بدت تنقص بدت تنقص بدت تنقص بدت على الطرف اليسار. خف داش جايب أنا. الله ياخذك اخ. وش جايب انت؟ وش جايب؟ داش جايب. ايش جايب؟ جايب زيت كلي للجمل بعاش شيء بسرعه. ابي اسيء عشان تطلع اول ما تروح تشك تشك اسيء كل يوم تبون. هذه هنا في حبه عندك. حبه شو؟ ما ادري. حبه شباب ولا حبه شامع؟ تورني شامع. لا مو لا مش هذا. شعري طار. واضح الحين صح شعري؟ والله من كثر ما هو خفيف مش مبين. وجا والله راح شوي. عملت لي فراغ. عملت لك فراغ. ايه ما اعرف استخدم هذه. كبيرة عليك ولا شو؟ مش فاهمها. في صغيرة عشان تعرف تتحكم يعني. انا بحكي لك بس انا والله يمكن يمكن كان في يطير معها. والله ما هاي في صغيره تاخذ هذا. هذه ما في مشكله. بسم الله. ابدا بالدقن. لا ابدا بالشنب كذا صح كذا. ما يعرف علق. كيف كذا؟ كيف كذا يا اما كذا صح كذا؟ طيب تمام. والله طار 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 وراح. وينه؟ هنا. لا 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 تبقى لا تبقى على راسي. اصبر شوي. دخل بشعري. دخل بعين. دخل بعينك. غمض عينك الحين. ورني. أصدر أصدر أصبط أقدر أصبط أقدر صيب مالك. والله والله تطلع هيبة أقسم بالله يخافونك الناس. طيب أصبر أصبر. والله مسكة غلط. أصبر أصبر. يمه أظرني أظرني سشيل عن سنسايا سشيل عن سنسايا. الحين اسمه صهيب رخضخ. شغلها. لا ما شغلتها بس اقول لك ببدا من هنا. أوه. شفت شغلها عشان لا تقلب. ايه طيب بسم الله. ولد هذا ايش؟ هات شعر. اصبر هذا خفيف. ما اخاف يا زلمة. يا اخي ترى في شعر لسه باك. انا با داري انه في باك. لا ما تطلع فوق. ما طلعت فوق. طلع فوق. ما طلعت فوق. طلع فوق. لا ما طلعت. ايش الفراح؟ ما راح ازل. راح ازل شوي منه. يا اخي تدري تقن انت مو شعر. والله صيف والله اقسم بالله. وخرب بيته طلع احلى. يلا اخر بيته طلعت احلى يا جماعه. انا كل ما حلقت واحد طلع احلى من قبل. حلقت روب صفر وصار احلى. حلقت هذا والحين بدا يصير احلى. لا لا ها عندي فكره. خلي هذه وكان هيك رايح في فيلم مره شفته واحد عامل هيك. لا 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 يا ابو بسم الله. مو سكسوك تاعت اللي تعرف تاعت البحر هاي اللي بنزلوه عشان السفينه لا تتحرك. مرساة مرساة مرساة. اعمل لي مرساة هنا. بعمل لك مرساة. اقول بس خلني احلك. لا تحل لا تحرك عشان ما اجرحك. تبغى اجرحك؟ شوف اضرب فيك شعر وانت بتحلقني. لا تتكلم. لا 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 حطوا لايك حطوا لايك حطوا لايك. اصبر خلني اشوف كده. شوف ها ايزي ورني. احلى عنك. لا لا والله
والله سويت الوحش. شوف شعور يا ولد. والله شعور غريب. ثواني امسك نفسي. هذه فيه هنا. والله يا حرام انك تحط ذا. اقسم بالله يا شكلك يا ولد صافي. هذا الان لازم اشوفه. الان قسمنا الوجه نصين. شوف صهيب وريهم كذا. هذا وجه صهيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا صهيب سابقا. مرحبا شباب. هذا صهيب الان. وريهم سابقا. حلو شوفوا الان هذا صهيب. مالك؟ ايوه. وها عاد سوي اللي بدك اياه. شفتوا؟ يمدينا نسوي بي 7 من قلب. كمان. بي 7 قلب. ما يوسع. الا والله يوسع والله. وش دعوه؟ خذ دقنك طويل مره انت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نشوفه. ايه. خلينا نشوف معه. والله يلا نجهز بتاعه. زبطت صح؟ شكلها زبطت. هذا البي. وري 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 وريهم. هذا حرف البي. المشكلة في 7 الحين شلون بتطلع؟ اصبر. كملنا البي صح؟ و7 وينها؟ وسوينا 7؟ ما في 7، ضاعت بالطريق. والله هال 7 انها صعبة الصدق. على اساس ان اتوقع ان شلنا البي بس يا بي شعر راح البي انعدم اختفى يا ودني اسمع ركز حجركم قص حجركم خليني هاي يعني. التبله تمام بخليها لك بخليها لك التبله ما قلنا شيء على التبله لان قلنا الدقن بوريهم بحرف البي ما في حلو حرف البي موجودة صح؟ هاي تتوهم ما تصير دبليو ورني وجهك صحيح كذا أقسم بالله العظيم منه كويس بس شباب بعلمك شيء راح يتغير لما أشيل النتفة هذه يمينا بالله راح يتغير الوجه يلا What the hell Oh my god يمين الله صورها بنفسك شايف يا الله لا لا وش فيك حلقت راسك يا جماعه يا ساتر وجهه والله يا صار نظيف نعيمه شباب وجهه صار نظيف اقسم بالله صغر صار 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 عمره 18 صار عمره 18 سنه الان بس والله صيف والله اني ما ازل بحظ قسم بالله اني ما ازل بحظ والله انك حلو والله العظيم انك حلو وانه هذا الستايل يعني اشوفه صراحه من الستايلات اللي تعتمدها قسم بالله حلو قسم بالله كان بيني شنب ودقن هذا الاتفاق تبله لا عاد ما تسوي الدراما كويني والله حلو والله انا بالنسبه لي يعني انا اقول لكم اعطيكم رايي في الموضوع كامل شكل صهيب حلو شكل صهيب ولا شكلي من دون شنب وذا والله شكل صهيب احلى بكثير شكل صهيب احلى مره بكثير